الخير لكل اللي انضموا لي متابعتنا في هذه اللحظات عبر شاشة روتانا خليجية وبرنامج ساعة شباب الذي يرصد لكم أهم الأحداث والإنجازات والمواهب الشبابية في كل الاتجاهات. حلقة جديدة عناوينها كالتالي: وائل السفياني يأخذنا في جولة عن القيمة العلاجية في منتجات النحل. أسرار في عالم الفيديو جيمز مع مطور الألعاب السعودي محمد هاشم. والحركة الفنية في السعودية بيئة جاذبة للمبدعين في عالم الموسيقى. في لقاء خاص لكاميرا ساعة شباب أبدى المصارع الأمريكي أوستن إيريز إعجاب الكبير بما شاهده في السعودية أثناء زيارته لها في الفترة الماضية، طبعا بعد أن التقى العديد من المصارعين السعوديين الشباب. التفاصيل في هذا التقرير. تجربتي هنا في المملكة للحين كانت لا توصف. كل حدا قابلته من يوم ما نزلت في المطار عاملني بأحسن معاملة، وتجربتي هنا يعني تجربة من درجة أولى. بالنسبة لي العرضين الماضيين تموا في نجاح. لقيت شغف من الطرفين، من طرف الجمهور وطرف المصارعين، وأنا شايف أنه في إمكانية عالية للمصارعة في السعودية أنها تكبر بشكل هائل. المصارعين اللي قابلتهم هنا في السعودية رغم الشغف اللي عندهم، لكن اللي لاحظته أنه محتاجين خبرة وتعليم من شخص اشتغل في هذا المجال على مستوى احترافي. طبعا التمرين في مجال المصارعة هو عمل شاق، وأهم حاجتين ممكن لازم يكونوا في أي مصارع عشان يوصل إمكانيته هو الالتزام والشغف، وأنا لاحظت أنه الأشيين دول موجودين في المصارعين اللي عندنا. أقدر أوصف علاقتي مع شركة باكستيج بأنها جيدة وقوية، وأتطلع لقدام أني أكون جزء من فريق العمل المصارعة اللي راح يتكون من باكستيج، وطبعا أتطلع أني أرجع هنا عشان يتم العمل على العرض الجاي إن شاء الله. Thank you.
الله 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 عليك يا جماعة. اسمحوا لي أرحب معي بالاستوديو الأستاذ أشرف السبكي، عازف العود والملحن والمؤلف الموسيقي. أهلا وسهلا فيك أستاذ أشرف، وحقيقي يعني أنا سعيدة جدا بتواجدك معنا اليوم، وأكيد رح نتكلم عن العلاقة الجميلة وعن سر العشق الكبير جدا بينك وبين آلة العود، وحناخد كمان حوار وكلام في الفن. بس أنا ودي أعرف صراحة وش سر العلاقة الجميلة وش سر التقسيمات اللي سمعناها. هقول لك، العود من الآلات الوحيدة اللي الموسيقي أو الفنان بياخده في حضنه كده، فلازم يكون طالع حسيس الصدقة، وكل وتر من دول لازم هو يستشعره وهو بيعزفه عشان يطلعه بإحساس. التقسيم دي عبارة عن خيال، بخيال العازف حسب خياله. ممكن يكون خياله حزين فبيقول جمل حزينة، ممكن يكون خياله خصب فبيقول جمل سريعة، على حسب المود بتاعه يعني. الله، هذه المعزوفة اللي سمعناها من تأليفه؟ دي تقسيم، دي تقسيم ارتجالات يعني، مجرد ارتجالات، مش ما شاء الله مش حاجة مكتوبة يعني. فعلا يعني انت منورنا اليوم، سعيدين كثير، بيعطيك ألف عافية. عندنا فقرة خاصة راح تكون معك وحنعرف فيها تفاصيل أكثر عن الفن وعن العود. لي الشرف إن شاء الله. شكرا لك. أهلا بيك. مشاهدينا مكملين معاكم، فاصل قصير وبعد الفاصل وائل السفياني يأخذنا في جولة عن القيمة العلاجية في منتجات النحل. سبحان الله، قد إيش العسل علاج وأيضا فيه شفاء للناس مثل ما ذكر في القرآن الكريم، ولكن دائما حتى المنتجات الطبيعية والطب البديل لا تغني أبدا عن استشارة الطبيب والاستعانة بالخبراء. تجربة علاجية فريدة من نوعها بمنتجات النحل هنعيشها اليوم بالاستوديو مع ضيفنا محمد السفياني. أهلا وسهلا فيك ومنورنا في ساعة شباب. يا مرحبا، الله يحييك. طبعا اخوك وائل عمر السفياني، وائل السفياني خبير علاج منتجات النحل، راح نتكلم باذن الله تعالى عن منتجات ومنتجات التحويليه. طب يعني في البدايه اكيد اول شيء ممكن يخطر على بالي وعلى بال المشاهدين انهم يتعرفوا عليك اكثر وعلى مجال دراستك، خاصه ان الموضوع يتعلق يعني اقدر اقول بالخبره العلاجيه، يعني كيف ما شاء الله تبارك الله صرت خبير في هذا المجال؟ يعني اولا الحمد لله، الاول شيء خبرة مكتسبة، لأنه من الآباء والأجداد اكتسبناها، جدي وجد أبوي، يعني متوارثة من زمن بعيد، خصوصا أن منطقة الطائف تعتبر العاصمة الأولى للعسل على مستوى العالم. فلذلك بدأنا نطور هذه المهنة وأخذنا دورات دولية في الطب البديل ومعتمدة من الاتحاد الأوروبي، ودورات أخرى معتمدة من الاتحاد الأفريقي في مجال الاستشفاء بالعسل ومجال الاستشفاء بالنحل، بالإضافة إلى الاستشفاء بمنتجات النحل. طب أنت أيضا تكلمت عن منتجات النحل وأيضا المنتجات التحويلية، صحيح، فودنا نعرف تفاصيل أكثر عنها. طبعا للأسف يعني المستهلك يعرف حاجة واحدة اللي هو العسل فقط، بينما المنتجات أكثر من منتج. يعني لو تلاحظ الآن عندنا موجود اللي هو العسل، وهذا لا يخفى على الجميع، العسل يتعارف لدى الجميع، ولكن منتجات الخلية أيضا عندنا الأكبر، عندنا ايضا الاكبر اللي هو الاكبر اللي هو المضاد. يعتبر اقوى مضاد حيوي طبيعي، وهذا الغذاء الملكي ايضا متعارف لدى الجميع. وعندنا ايضا من المنتجات اللي هو شمع النحل، واللي يستخدم في المنتجات ايضا التحويليه. والمنتج الخامس اللي هو سم النحل، وسم النحل الان بالعكس يعني يستخدم استخدامات في الكريمات العلاجيه وكريمات التجميل باهظه الثمن. فعلا؟ نعم. يعني انا اول مره بصراحه اسمع عن سم النحل. واغلى، نعم، واغلى. ودي اعرف يعني وش هو سم النحل بالضبط. اغلى منتج في الخليه، يعني هذا سم النحل الخام والمخفف. طبعا الخام نبدا نستخرجه من النحل عن طريق دارات كهربائيه للحفاظ على النحل، وبعد ذلك يتم تخفيفه على حسب انواع التركيزات. طبعا هذه الامور تحتاج الى تصاريح، ولكن نحن كخبراء نحاول الان اللي هو تثقيف المستهلك وتثقيف الناس لمعرفه منتجات الخليه
وكيفية التعامل معها والاستفادة منها. هذا يعتبر أغلى منتج في خلية النحل، لذلك وما عليه أي خطر يعني بالنسبة لسميته هو مثل ما ذكرنا، يعني السمية الموجود لما نتكلم دائما أي سميات يكون بروتينات، لكن هذا حتى الإنسان اللي يتوفى ما يتوفى من السم نفسه، يتوفى من الصدمة التحسسية. لذلك أوجدنا بعض الدورات الآن تحت مظلة الوزارة راح نتكلم عنها بإذن الله تعالى في كيفية التعامل مع اللي هو سم النحل ولسعات النحل بالأصح. جميل. طب وش الحالات اللي ممكن أيضا تستخدم فيها العلاج بمنتجات النحل هذه اللي ذكرت لي إياها؟ طبعا عندنا أول منتج اللي هو العسل، يعني المستهلك معروف أحيانا حتى يجهل الاستشفاء بالعسل، يظن أنه أخذ كمية بسيطة من العسل إنها راح تعطي نتيجة، بينما الإنسان يحتاج تقريبا إلى 100 جرام يوميا إذا كان يحتاج الاستشفاء بالعسل. أيضا أنواع العسل متعددة، يجب أن يعرف الأنواع ذات لأنها تعتبر فروقات فردية ما بين نوع لآخر، لذلك كل نوع يذكر بخصائص علاجية معينة في العلاج بالعسل، لذلك ذكرت في كتاب يسمى أطلس العسل للدكتور إبراهيم العريفي المشرف العام على مختبرات جودة العسل، ذكر التصنيفات الدوائية لكل نوع من أنواع العسل. والعكبر هل في حالات مرضية معينة يعالجها؟ الآن بدأنا ندخله في المنتجات التحويلية وممتاز جدا، يستخدم الآن في المستحضرات الطبية، أيضا في الكريمات الحروق، أيضا يستخدم في علاج تسوس الأسنان، الآن وضع أيضا في المعاجين، يعني إحنا حاطين من ضمن المنتجات التحويلية بعد شوي راح صابون شايفة يعني وفي كمان يعني مثل ما تلاحظ المنتجات التحويلية عندنا اللي هو صابون العسل، عندنا أيضا اللي هو معجون الأسنان، كريم فازلين شمع النحل، هذا بدلا من الزيوت البترولية نستخدم الزيوت الطبيعية، أيضا عندنا عندنا أيضا هذا صابون العسل طبعا مفيد للبشرة، مفيد أيضا لأنواع التحسس، لأنه أيا كان العسل الاستشفاء به ليس بالأكل فقط، يستخدم للحروق، يستخدم كواقي للبشرة، لبذور البشرة، يستخدم أيضا اللي هو نتكحل بالعسل أو يكون للعين، علاج للعين. بس أهم شيء أنه شخص فعلا زي مثل ما ذكرت أخ وائل أنه ما يكون عنده حساسية من العسل، لأنه في بعض الأشخاص عندهم حساسية من العسل ممكن يتحسس بشكل رهيب جدا، حتى المأكولات بشكل كبير جدا، أحيانا بعض المنتجات أو المأكولات أو الخضار يكون فيه تحسس من شخص لآخر، لذلك أي منتج من منتجات النحل إذا تعرض لها الشخص بدرجة تحسس سواء الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة يحاول ابتعاد عنها. حلو. خلينا نتكلم الحين عن خلية النحل موجودة معنا بالاستوديو، أنا شايفة خلية نحل جميلة جدا، ودي أعرف فعلا يعني كيف بيتم العلاج بهواء الخلية مثل ما ذكرت أيضا، يعني ولأي حالات بالضبط؟ طبعا هذا العلاج بهواء الخلية الآن استخدمت في الصين وفي كوريا، أيضا استخدمت في فرنسا، حبينا ننقل هذه التجربة من دوراتنا الدولية اللي أخذناها واكتسبناها في هذا المجال، لأنه كنا في السابق حينما نستنشق هواء الخلية من الخلايا التقليدية أو الخلايا كنا نشعر بالارتياح، فكنا نضمن حبنا في النحل، يعني دائما الواحد إذا حب شيء يحاول أنه يعني يظهر له بالحب الكبير أو يتوهم بأشياء كثيرة، لكن علميا بعد الدراسة تفاجأنا بأنه فعلا الآن تستخدم للعلاج. الهواء الموجود داخل الخلية يعتبر أنقى هواء على مستوى الكون، لذلك يفوق درجة التعقيم داخل الخلية بما يزيد عن غرف العمليات بعشر مرات. فالاستنشاق مثل ما تلاحظي هو سحب هواء فقط، لا يوجد أي محاليل أو تدخل. مثل ما أنتم ركبين الآن هذا سلك والماسك موجود، أي شخص هذا ممكن فقط اللي هو المروحة سحب مع الفلاتر، استنشاق فقط ليس به أي مواد أخرى. الاستنشاق هذا راح يفيد في كموسع للشعب الهوائية، حيفيد في حساسية الصدر، حيفيد حالات كثيرة من الربو، وثبتت حالات في الخارج إنها فادت
زادت بشكل كبير جدا. فحبينا ننقل زي هذه الأشياء، والمستهلك يجب أن يعرف أنه هذه مملكة النحل، خصوصا هذا النحل السعودي، النحل البلدي يمتلك خصائص كبيرة وخصائص دوائية. وكيف شايف يعني تجارب ووعي المجتمع عندنا بالسعودية عن موضوع الاستنشاق بالنحل؟ لأنه صراحة أنا جهزت لي الفكرة، حبيت الفكرة مرة. فإحنا فعلا الآن عندنا منحل اعتمد كمنحل نموذجي، وراح شغالين على التثقيف. أول شيء اللي هو التثقيف الناس ومعرفة اللي هو الأشياء التي تفيد في هذا المجال. بعد ذلك راح يكون بإذن الله تعالى اللي هو طرح هذه الفكرة واستيعاب الناس لها بإذن الله تعالى. طب أنا بأكلمك أيضا عن نقطة مهمة جدا، انتشرت قبل فترة مقاطع عن العسل في السوشيال ميديا، واللي بيتم تحديدا تصنيعه في دول العالم وفي دول أخرى، وبيقولوا أنه لا يمكن أبدا المختبرات بأن تكشف بأن هذا العسل غير طبيعي وأن عسل مصنع مثلا. فإيش رأيك في هذا الموضوع؟ أحسنت. يعني إحنا الحمد لله من دخلت المملكة العربية السعودية في المسابقات الدولية للعسل وهي تحصد المراكز الأولى. صحيح. وهذا دليل على جودة المنتج الذي يقدم كمنتج بلدي. فدائما الأشجار اللي عندنا دائما تمتلك خصائص علاجية وخصائص طبية تستخدم أيضا في الطب البديل، فلذلك إحنا ننصح باستخدام المنتجات الوطنية والبلدية. أما بالنسبة لمسألة الغش والصناعية، أيا كان هناك تطور دائم في مسألة العسل أيا كانت المختبرات. يعني مجتهدين مختبر جودة العسل في الرياض صراحة يشكرون دائما. أنا كنحال أحيانا إذا دخلت مواسم وظنيت أن هناك فيه تجاوز أو هناك فيه تداخل في بعض الأمور نرسل لهم عينات يعني للأمانة، ومع ذلك يعطونا إذا كان هناك تداخل سكري أو يعطونا في إذا كان هناك فيه إشكالية. يعني ما نظلمهم في الشيء هذا، بالعكس يقومون بالدور جبار جدا ويشكرون أكيد على ذلك. أكيد. ولكن مسألة الغش هذه يعني من قديم الزمان، ليست مسألة جديدة. يعني غش من ما قبل التاريخ وإحنا نعرف الشيء هذا. وأنت يعني فعلا الله يعطيك ألف عافية، قام دورة مؤخرا تحت مظلة وزارة الزراعة خاصة بالإسعافات الأولية للنحال، فودنا نعرف تفاصيل أكثر. صحيح. يعني أول شيء أنا من هذا البرنامج أنا أحب أشكر وزير البيئة والمياه والزراعة لتحفيزه الدائم على النهضة بهذه الثروة الوطنية، ثروة النحل، من خلال إطلاق القافلة الإرشادية الزراعية. يعني الآن دخلت في مجموعة جينيس وحصلت على أطول قافلة زراعية وحصلت على الشهادة في هذا الشيء، وهذا شيء فخر للمملكة العربية السعودية، وحاب نشكرهم في الشيء اللي قاموا به. لذلك قاموا أنا كمرشد معاهم زراعي وكخبير، قاموا بتمكيني من عمل دورة الإسعافات الأولية. يعني النحل أيا كان الموت الإنسان ممكن يكون من نحلة، ونجد هناك تجاوزات من بعض النحالين من استخدام اللسع المباشر أو غير المباشر للأشخاص أو المستهلكين، وهذه حد تمكن خطورة. بالإضافة إلى ذلك أقمنا هذه الدورة لتعريف النحال والمزارع والمهتم في هذه الصناعة خطورة ما يقوم به، وأيضا كيفية التعامل، لأن الإنسان ما راح يموت من سم النحل، يموت من درجة التحسس أو الصدمة التحسسية. صحيح. حبينا نعمل لهم هذه الأشياء حتى يتعرفون عليها، وأنا أشكر الوزارة في هذا المجال. أكيد طبعا. ودي أعرف بس كم نحلة داخل هذه الخلية؟ والله إذا ذكرنا تقريبا بالآلاف. يعني ما شاء الله تبارك الله بالآلاف، والاستوديو مقفل يعني وما في غيري، وما تتخيل كمية الرعب اللي أعيشها الآن، ولكن مطمنة كثير لك وائل معانا. فعلا يعطيك ألف عافية، ونتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. بالعكس احنا تشرفنا استضافتكم في هذا البرنامج واستضافتي، وهذا الشيء بالعكس احنا داعمين، وهدفنا مثل ما ذكرنا اللي هو تثقيفي قبل أن يكون تسويقي أو في هذا المجال. يعني المنتجات كثيرة جدا مثل ما تلاحظ، كمنتجات تحويلية وكمنتجات للنحل طبيعية. وهذا هو الهدف الأساسي. والله يعطيكم العافية، نورتنا. يا مرحبا. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل أسرار في عالم الفيديو جيمز مع مطور الألعاب السعودي محمد هاشم. اليوم
نتعرف أكثر على قصص نجاح للناس اللي قررت أنها تتبع شغفها مهما كانت دراستها أو حتى مهنتها، تماما مثل نموذج اليوم محمد هاشم الشاب الحاصل على ماجستير في الرياضيات، ولكن الشغف كان بعيد جدا وكان عالم الأندي والفيديو جيمز. اليوم محمد تحول إلى مطور ألعاب ويخطط بأنه يكون من أوائل الشباب في السعودية اللي يملكوا استوديو خاص فيهم لتصنيع الألعاب المستقلة. مطور الألعاب محمد وليد هاشم، اسمحوا لي أرحب طبعا بضيفنا. أهلا وسهلا فيك محمد ومنورنا في ساعة شباب. أهلا بك، شكرا لك. بالعكس، جميلة. أكيد. طيب في البداية محمد كنت محب للألعاب، ولكن هل توقعت في يوم أنك يعني ما شاء الله تبارك الله تصبح في يصبح هذا يعني الحب وهذا الشغف مجال عملك؟ أبدا ما كنت أعرف أنه أصلا هذا المجال موجود. يعني وأنا صغير وأنا علينا الثانوية كنت حاسب الألعاب تنزل من السماء زي ما هي، ما كنت أفكر أنه في أحد بيصنعها، ما كان حتى في بالي هذا الشيء، بس الحمد لله يعني وصلنا لشيء حلو من بعد كده. ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف ممكن تشرح لنا حجم سوق الألعاب سواء في العالم أو في السعودية؟ سوق الألعاب جدا ضخم. سوق الألعاب الكامل أكبر من سوق الأفلام، أكبر من سوق التلفزيون، وأكبر من سوق الرياضة. ومن كثر ما هو كبير، يعني مثلا أنا تخصصي في الألعاب اللي يسموها المستقلة الاندي، هذه شريحة صغيرة من سوق الألعاب الضخم، ولكن الشريحة الصغيرة هذه ضخمة وفيها الملايين من المبيعات والمجال الشركات الكثيرة. ما شاء الله. طب أنا ذكرت أيضا أنك درست ماجستير رياضيات، فقديش استفدت من مجال الرياضيات في تطوير الألعاب؟ يعني هل فيه أي علاقة تربط بينهم؟ في رابط. هو ما هي يعني علاقة واضحة في البداية، بس أنه من ناحية حل المشاكل، ولما تعلمت البرمجة تفكيري في البرمجة شوية رياضي أكثر من المبرمجين التقليديين، حتى لما يشوف الكود حق المبرمجين التانيين يستغربوا من طريقتي في البرمجة عشان الخلفية في الرياضيات، أستعمل approach اسمه functional programming أكثر من object oriented عشان خلفيتي في الرياضيات أكثر. وأنت يعني تركت عملك عشان تشتغل في تطوير الألعاب، فهل تتوقع بأن هذا القرار يعني كان قرار صائب لك من الناحية العملية؟ مثلا هل فكرت أنك لا استعجلت، لا لازم أكمل في العمل وأخذ هذه كهواية أو مهنة يعني إضافية لمهنتك الأساسية، ولا تنصح كل الشباب أنهم يأخذوا هذه الخطوة؟ لا، هي طبعا لازم الواحد يكون حذر لأنه فيها مخاطرة كبيرة. السوق صغير ودوبه بادئ في السعودية، يعني ما في كثير مطورين ألعاب. في شركات كبيرة بتفتح حاليا ونقدر نتكلم عليها في رؤية 2030، بيفتحوا استوديوهات اللي هي الكبيرة اللي بتسوي ألعاب كبيرة، ممكن تلاقي وظائف في الاستوديوهات الكبيرة، بس إنك تكون مستقل وتفتح شيء بنفسك مخاطرة زي أي رجل أعمال في بداية، مخاطرة كبيرة ولازم الواحد يأخذها خطوة خطوة. مثلا أنا بدأت في البداية إني أخصص نص وقتي للتعليم، صرت أدرس زي يكون مدرب للرياضيات خصوصي للناس اللي بيدخلوا في الاختبارات الأجنبية الموحدة الـ SAT والـ GRE والـ A-Levels، الأشياء اللي كنت أنا أعرفها كويس. فيصير في المساء بعد الدوام بروح أدرس في خصوصي، فيصير عندي دخل مصدر دخل ثاني عشان المخاطر اللي باخذها في الصباح في تصنيع الألعاب. وهل يعني انت شايف انه هذه يعني المخاطرة تستحق اللي بتخاطر عشانه او بتسويه عشانه او لا؟ ان شاء الله يعني الخطوات الاولى حلوة، وحاليا بدأت يعني احس في مستقبل لي ولنا كمطورين ألعاب في البلد. طب أنا أفهم يعني أنه فيه شباب كثير ما شاء الله تبارك الله يعني اشتغلوا في الفترة الأخيرة وعندهم شغف بالألعاب الفيديو جيمز، وصارت لهم أيضا مسابقات وبطولات، ولكن أنك صحيح. تصير وتشتغل كمطور ألعاب، ودي يعني أفهم هذه النقطة أكثر، وأحتاج منك تشرح لنا هي أكثر. مطور الألعاب يكون يعني هي الفرق اللي تطور الألعاب، اللي تسوي الألعاب اللي بتنزلها في السوق، عبارة عن فرق من مثلا فنانين، رسامين، أنيميشن، ومبرمجين اللي هم في التقنية أكثر اللي يكتبوا الكود وكذا، وممكن تقولي حتى كتابة. في ألعاب تحتاج قصص ثقيلة، فيجيب في الفريق يكون في واحد كاتب، وآخر شيء يسموه الجيم ديزاينر اللي هو
يكون يعني زي المانجر حق التيم كله، هو يقرر ايش القوانين اللي في اللعبه، يكتبها على ورق قبل ما تتبرمج ويخطط اللعبه كشيء كلي. الناس اللي هم زي مستقلين يكون فريق صغير او واحد او اثنين يسووا شويه من كل شيء ويجيبوا فريلانسرز يساعدوهم في الباقي. بس كل كل الفريق يسموه مطور العاب. يعني مطورين يعني العاب. انت ما شاء الله عملت ايضا على عده مشاريع وطورت العاب مثل لعبه الراعي، فحكينا عن دي الألعاب ومشاريعك أيضا المستقبلية اللي قاعد تشتغل عليها. لعبة الراعي هي اللي بدأت شغفي في الموضوع أصلا. لما كنت في الماجستير بدرس بدأت أخذ كورسات في علم الكمبيوتر والبرمجة، وفي نفس الوقت أنا كنت دشنت ألعاب ورقية في السوق. وقبل الماجستير نزلت لعبة في السوق اسمها دراهم ورقية زي البورد جيم يسموها، وكنت أبيعها في فيرجن وفي جرير والحمد لله كان فيها نجاح كويس. ففكرة تصنيع الألعاب دائما في خلفيتي موجودة. فلما تعلمت البرمجة وكنت عارف كيف أصنع ألعاب وأسوي الديزاين، طبعا الألعاب الإلكترونية كانت الخطوة اللي بعدها، وبدأت أشتغل على فكرة لعبة الراعي على الجنب. لعبة بدأت كفكرة صغيرة وتطورت وتطورت وصارت لعبة كاملة مستقلة على منصة ستيم موجودة حاليا. واليوم أيضا في المستقبل أي تفضل تفضل محمد. بس كنت بقول إنه في المستقبل دحين شغال على مشروع جديد كمان دوبي بادئ فيه أول شهر، فلسه ما نزلت عنه كثير، بس حيكون في عالم القراصنة والحروب البحار، وهذه اللعبة إن شاء الله حتكون من نوع الألعاب اللي يسموها روك لايك دك بيلدر. يعني هذه اشياء ممكن تطفش شويه، بس انه تفاصيل التشريح انواع الالعاب. جميل جدا، متحمسين كثير نلعبها ان شاء الله بعد ما الله. تنزل. واليوم ايضا المملكه بتدعم جميع المجالات ومنها اكيد مجال مطوري الالعاب، وصار لكم اتحاد خاص فيكم. السؤال يعني اللي ودي اعرفه، ايش نوع الدعم اللي بتحصلوا عليه كمطورين؟ في دعم مره كبير. انا كنت في التسعة اسابيع الماضيه، الاسبوع هذا رجعت جده بس كنت في الرياض في حضانه اعمال لمطورين الالعاب المستقلين اللي زيي الفرق الصغيره، مسوين لنا حضانه كامله، وتعرفت على مطورين العاب سعوديين من انحاء المملكه من الشمال والجنوب وكل المملكه، وجدا في يعني شغف وخبرات على بعض. او غير كذا طبعا جابوا لنا من حولين العالم منتورز يعلمونا ويدونا خبراتهم. بس صراحه انا استفدت اكثر شيء من الناس اللي معايا، لانه ما كنت اعرف انه في يعني في كوميونتي غيري، فجدا اتبسطت لما تصاحبت عليهم، والحين عندنا جروب على الواتساب وبنتكلم وبنساعد بعض في العابنا. جدا جميل. طب خليني يعني استفيد شوي من خبراتك في هذا المجال واعرف منك اكثر، ايش هي الالعاب المستقله او الاندي زي ما بتقولوا عليها، وليش سموها بهذا الاسم؟ شبيهه الأفلام الاندي اللي هي تكون الفريق العمل صغير جدا، لانه الالعاب الكبيره اللي بتنزلوا فيفا والجراند ثيفت اوتو دي الالعاب الفرق حقتها بالمئات الانفار يشتغلوا عليها، ف يعني سوقها مختلف، سعارها مختلفة، واللاعبين حقونا مختلفين. ففي اللاعب اللي يحبوا الالعاب اللي هي تكون صغيرة وتركيزها اكثر في الديزاين نفسه، يكون فيها شغف هي ما تحسيها للسوق العام، افكارها تكون غريبه، فيها الناس يخاطروا فيها اكثر المطورين، ويكون الفريق حقه صغير من نفر الى 10 انفار يكونوا عاده الفرق الاندي. وفي العاب كثير في الغرب نجحت من ناحيه الاندي، يعني بتبيع بالملايين في الاندي سبيس هذا. جميل جدا فعلا، نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. شكرا. ويعطيك الف عافيه محمد. شكرا لك. شكرا، الله يعافيك. شكرا مشاهدينا، مكملين معاكم، وبعد الفاصل الحركة الفنية في السعودية بيئة جاذبة للمبدعين في عالم الموسيقى. We'll be right back.
يعني جماعة من الأسماء العربية الجميلة التي تميزت في علاقتها مع آلة العود والتلحين وأيضا التأليف الموسيقي، تواجد المملكة بصفة الفنية بعد أن شعر بالنقلة الفنية الرائعة التي تشهد السعودية والتي أصبحت محطة مهمة لكل الموسيقيين والفنانين العرب والعالميين أيضا. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ أشرف السفكي للمرة الثانية. أهلا وسهلا، منورنا. يعني صراحة أستاذ أشرف، أنا عندي فضول أعرف يعني أهم الجوانب الفنية اللي صنعت هذا المشوار الفني الجميل اللي قاعدين نسمع الله اليوم. الله يخليك، ميرسي جدا. والله أنا عندي محطتين في حياتي أو ثلاث محطات في حياتي، دول كانوا أساسيين في حياتي. المحطة الأولى والرئيسية هي كان الوالد، هو اللي نمى فيها هذه الموهبة وزرعها فيها. والمحطة الثانية وبرضه لا تقل أهمية هو أستاذي ومعلمي رحمة الله عليه، الموسيقار العظيم عمار الشريعي. وعمار الشريعي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا جدا، لأن هو كان بيحتوي على ثلاث مدارس، بتكلم بالنسبة للعود تحديدا. عمار الشريعي ورياض السنباطي وفريد الأطرش، وهو عمل بصمة، إن هو عمل شكل في العزف وطريقة الأداء وعمل ميكس بين الثلاثة دول، فطلعت عمار الشريعي. فأنا اتأثرت بيه جدا، دي من المحطات المهمة جدا في حياتي. يمكن أنا حتى يعني كنت بلعب وأنا صغير أورج، لكن لقيت ودني راحة للعود، هو اللي خدني العود بتاعه. وهذا السر اللي أنا حابة حقيقي أتكلم عنه، يعني علاقتك مع العود علاقة طويلة جدا. علاقة ودي أعرف ليش اخترت هذه الآلة الوترية الجميلة، يعني المفضلة قلوبنا كلنا، وكلنا نحب آلة العود ونحب نسمع يعني موسيقى ومعزوفات بالعود، ليش اخترتها بالتحديد من بين كل الآلات الموسيقية الموجودة؟ إن صح التعبير هي اللي اختارتني، لأن أنا كان جوايا آلات يعني قدامي آلات كتير، لكن هي اللي اختارتني. أنا لقيت نفسي منجذب لهذه الآلة وحابب صوت هذه الآلة ورايح لهذه الآلة. يعني بلعب أورج، لكن أروح البيت أمسك العود وأعزف عود. لو في أي أغنية شغالة أو أي مزيكة أنا مع العود، يعني ودني مع العود، سامع كل الآلات مع العود. فأوترة بتخطف قلبي، فقررت أن أنا لما أتعلمها وأتكلم معها. يعني أنا بتكلم مع الأوتار، لا أعزف على الأوتار، أنا بتكلم. كيف يعني بتتكلم مع الأوتار؟ يعني لما أكون زعلان أو أكون متضايق بعمل كده مثلا، يعني الله بتطبطب جمال للحظة حزينة، يعني مبسوط شوية، ممكن يقول مثلا يعني أقدر أقول أنك بتعيش مجموعة من المشاعر والأحاسيس، وبحاول أترجمها بقدر الإمكان على هذه الآلة الجميلة. وإحنا عندنا مبدعين كتير في السعودية طبعا، هنا الأخطبوط، صحيح أخطبوط العود، رجالة تحية كبيرة طبعا، لازم نحيي هذا الأخطبوط، هذا العازف، هذا الموسيقار الكبير، اللي هو يعني لما بيعزف على العود برضو أنا بحس أنه يتكلم. لا يقل أهم الفنان في عزف العود، أنا بعتبره من نوادر العازفين. طب إيش رأيك نسمع شيء لأخطبوط العود؟ نسمع ماشي. طبعا وإحنا منجيش حاجة فيه يعني، بس هي مجرد محاولة من المحاولات يعني. Thank you.
الله الله عليك استاذ اشرف. اسمها مقطوعه الاسبانيه. صحيح، من اصعب حاجات فعلا. ابدعت يعني فعلا، يعطيك الف عافيه. وهذا يعني يدفعني لسؤالك عن الحراك الفني والثقافي اللي شايفه اليوم عندنا في السعوديه بسبب تواجدك، اكيد بسبب مهنتك في السعوديه، مهنتك الفنيه، واكيد كانت لك تعاونات مع شباب وشابات وفنانات ايضا عندنا سعوديات، فايش رايك؟ خليني اقول لك ان في ثوره فنيه حصلت، في ثوره، وفي والقاطره الفنيه بدات من حوالي كام سنه كده قبل ازمه كورونا، طبعا برعايه سمو ولي العهد محمد بن سلمان وسمو الامير تركي آل الشيخ. هم عملوا يعني ثوره فنيه متحضره جدا جدا، كانت المملكه محتاجاها من زمان، بدليل ان كتير جدا من المواهب ظهروا، ولسه الارض دي ارض خصبه فيها فنانين جمال جدا جدا. وعلى سبيل المثال انا كان ليها تجربه شخصيه مع الدكتور محمد امير كردي، كاتب اغنيه اسمها سلمان العز ان شاء الله هتنزل في يوم التاسيس، غناء مطرب سعودي اسمه عبد المجيد ابراهيم. جميل، قلت لكم السابقه كده، انا ما قلتش الكلام ده لحد قبل كده لسه. عبد المجيد ابراهيم من الاصوات الرائعه جدا اللي اشترك في ذا فويس وخد مركز، وانا لحنتها ووزعتها، وان شاء الله تنزل يوم التاسيس. وده اكبر دليل على مدى سعادتي واقتناعي ان انا تعاونت بالفعل، قد ايه المملكه هنا بتحترم الفنان. صحيح، وبتحترم الفن الراقي. اكيد، يعني محمد عبده، استاذ محمد عبده مع احتفاظ الالقاب، محمد عبده، طلال مداح، عباد الجوهر، عبد المجيد عبد الله، كل دي، وممكن اكون مش فاكر بعض الاسماء يعني، لكن كل دول انا بعتبرهم اهرامات السعوديه في الفن العربي. حقيقي حقيقي، هنا محترم، فن راقي، وحاجه تشرف. أكيد، حاجه تشرف حقيقي. اكيد طبعا، بالعكس احنا فخورين وسعيدين جدا بتواجدك. احنا كلنا نفخر عندنا هنا في السعوديه فعلا. طيب ايضا خلينا نتكلم عن جانب التاليف الموسيقي، يعني بجانب انك عازف عود متالق ورائع ما شاء الله تبارك الله، وايضا ملحن موسيقي ومؤلف موسيقي، فخلينا نتكلم شوي عن جانب التاليف، وخلينا ايضا نبسطها ونعرف نفرق بين الملحن والمؤلف الموسيقي. شوفي، الملحن غير التأليف، التلحين غير التأليف الموسيقي. الملحن هو من يستطيع أن يجعل هذه الكلمات تغنى، مش شرط يكون بيعرف يكتب مزيكا. يكتب مزيكا يعني يألف موسيقى. في كتير جدا ملحنين لا يوجد التأليف الموسيقي. صحيح، وعندنا من العباقرة دول زمان. عندنا الأستاذ عبد الوهاب، عندنا الأستاذ كمال الطويل، عندنا الأستاذ محمد فوزي، عندنا كل دول ملحنين ممكن يكون كتبوا مقطوعات موسيقية ولكن ليس تأليف موسيقي بحت. التأليف الموسيقي ليه ناس تانية، على سبيل المثال برضو الأستاذ علي إسماعيل، أندي رايدر، فؤاد الظاهري، كل دي ناس تأليف موسيقي فقط. حتى لما خدوا تجربة التلحين ما كانوش موفقين لأنه هو مؤلف موسيقي. لو نتكلم على الجيل المعاصر فإحنا عندنا الأستاذ عمار الشريعي ملحن ومؤلف موسيقي. الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤلف موسيقي فقط، ممكن يكون بيعمل غنوة أو اثنين أو أوبريت حتى، لكن مش بنفس قوة مزيكته. فالملحن هو من يستطيع أن يجعل الكلمة تغنى، بيشعر بالكلمة جيدا. يعني باختصار أستاذ أشرف، المؤلف ممكن بأن يكون ملحن ومؤلف أيضا، ولكن الملحن لا يستطيع بأن يكون العكس. مؤلف موسيقي. العكس، الملحن ممكن يكون ملحن ومؤلف موسيقي. الملحن لكن المؤلف الموسيقي صعب شوية أنه يلحن كمان، لأنه بيتعامل مع موسيقى فقط. موسيقى بيجيب، ممكن يجيب مؤلف يكتب له كلام على هذه المزيكا. وفي أمثلة كتير على كده على فكرة، يعني الملحن يستطيع أنه يلحن أغنية ويكتب مزيكا زي ما قلت لحضرتك. لكن المؤلف الموسيقي يكتب مزيكا بيبقى صعب انه يلحن. صعب انه يلحن. طيب صرنا نفتقد كثير للمقدمات الموسيقيه العظيمه اللي كانت يعني افتتاحيه للاعمال الفنيه، الا طبعا في اغاني فنان العرب، الفنان الكبير محمد عبده. ليش برايك؟ عندنا حاجتين. اولا الجو العام بتاع المود، المود بتاع الناس اختلف. اختلف، ما بقاش في الفتره الزمنيه انها تسمع، ان بقى في حد يسمع مقدمه موسيقيه مثلا خمس دقائق، مش هقول لك 10 دقائق او ربع ساعه، خمس دقائق. دلوقتي بقت الغنوه خمس دقائق كلها، كلها على بعضها خمس دقائق، فما بقاش في الجيل اللي يسمع مقدمه موسيقيه خمس دقائق. الله، على ايام زمان يعني اغاني ام كلثوم وعبد الحليم حافظ كنا بس المقدمه الموسيقيه بتكون خمس دقائق ست دقائق. حضرتك انت بتعرفي الغنوه من المقدمه.
يعني انا دلوقتي لما عملت انت عمري انت عرفت ان انت عمري من غير ما نغني اي حاجه. صحيح. قد كده الغنوه صادقه، لان برضو صدق الاغنيه وليه الاغنيه عايشه لغايه دلوقتي، دي حاجه مهمه جدا برضو. احب ان احنا نتكلم فيها، ان ليه الغنوه عايشه؟ ليه دلوقتي انت بتحبي ام كلثوم وعبد الحليم؟ انا تاريخ وصدق. صدق. اللي كتب كتب بصدق. فالصدق ده وصل للمؤلف للملحن، فلحن بصدق، صدق الكلام. فلما لحن بصدق خد اللي بيغني صدق الكلام، لانه الملحن حاسه صح وصدق اللحن فقال احساسه هو. المتلقي والمستمع صدق الاثنين. ليه؟ لان كله صادق، فيه صدق. صحيح. فانت بتسمع اغنيه بقى لها 50 سنه كانها معموله امبارح. واتمنى تفضل الغنوه الشرقيه الجميله الراقيه، ومش لازم تكون الغنوه الشرقيه طويله، بالعكس ممكن تكون غنوه قصيره بس فيها فن راقي، مش لازم يكون فيها ضجيج وازعاج ودوشه، مش لازم. صحيح. اتفق معاك استاذ اشرف، والله مش بالصريخ ولا بالزعيق ولا بالصوت العالي ابدا. صحيح. كل الموضوع ما يكون بسيط، كل ما يخش القلب، وهو دي الرساله، يوصل بسرعه. المفروض ان الغنوه توصل قلبي بودني مش بعناية، يعني مش لازم اشوف. صحيح. اتفق معك مليون بالمية، وسعيدين جدا بتواجدك معنا اليوم. شرفتنا ونورتنا، يعطيك الف عافيه. اكيد رح نختم معك بمعزوفه. حاضر. شكرا لك. مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم لختام حلقتنا. اتمنى لكم اكيد من فريق ساعد شباب ومني انا لمياء غالب كل التحيه، نختم مع معزوفه موسيقيه بانامل الاستاذ الكبير اشرف السفكي.